بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ اهوت مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نقفل ده ونقفل ده كمان ونقفل ده كمان، ونيجي نفتح، عاوزين نفتح الموبايل بتاعنا علشان نبدأ نتعلم الكلام ده بيتم ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده صورة الموبايل بتاعي، واضحة عندك؟ واضحة بس ضغط واحد بس. واضحة عندك صورة الموبايل بتاعي؟ تمام، بدأنا العملي بقى، بدأنا العملي. نبدأ بقى نركز كده، نبدأ نركز كده. أنا عاوز كل واحد، يعني الناس اللي ماسكه الموبايل، لو في عندك كمبيوتر افضل، يكون معاك كمبيوتر انا بقى دلوقتي واقف على الكاميرا، هبدأ اول تطبيق، اول تطبيق من التطبيقات اللي احنا هنشتغل. عندنا تطبيقات كتير جدا خاصه بالموبايل. اول حاجه احنا عندنا الكاميرا بتاعتنا، كاميرا الموبايل العاديه اهي، كاميرا الموبايل العاديه اهي، كاميرا الموبايل العاديه اهي، تمام. ادي كاميرا الموبايل، تمام. انا كده فتحت كاميرا الموبايل وانا قاعد في البيت، تمام. وركز بقى معايا، راح يقول لي كاميرا الموبايل دي يا دكتور سامي هي فيها كاميرا، على فكره بتختلف منين؟ بتختلف من موبايل لموبايل وحسب امكانياته والكلام ده. فالناس اللي هي عندها موبايلات ضعيفه هنساعدها، والناس اللي عندها موبايلات فيها كاميرا احترافيه برضه هنعلمها. هتبدا انت متعود ان انت تفتح الكاميرا كده وتلقط على طول، اه يلا صوره، يلا قلت خلاص لقط. طيب وبعدين الصوره بتاعتك دي شكلها ايه؟ بص على الصوره بتاعتك كده اهي، ده الصوره بتاعتك، يا ترى حلوه يا ترى وحشه؟ ها مش عارف، مش واضحه، عملت زوم الكلام ده. عاوزين بقى نتعلم احترافي ونبدا نتعلم احترافي. اه في عندك في بعض الموبايلات هتلاقي في كلمه احترافي او برو، او برو، كلمه برو او احترافي زي كده اهي. شوف الكلمه ديت، لا لما ضغطت على كلمه احترافي ظهر ايه؟ الله، ده ظهر الكلام اللي انت هتقوله لنا من واجع دماغنا من اول الدوره. ما انت لو انا قلت لك على طول كده مش هتعرف، مش هتعرف دي بتاع ايه وده بتاع ايه ولا دي بتاع ايه. اس يعني ايه؟ اف يعني ايه؟ ودبليو بي يعني ايه؟ وايزو يعني ايه؟ انت مش عارف، لان انت حضرتك معلش ها ما درستش الكلام ده عشان تقوله لك، لازم يكون دارسه. طيب الوقت انت درسته اهو. الاف يا دكتور سامي يعني فتحه العدس، ماشي. الاف يعني ايه؟ يعني فتحه العدس، كويس جميل، فتحه العدس. طيب والاس، الاس يعني ايه؟ الاس يعني شاتر سبيد، فاكرينها؟ يعني سرعة الغالق، جميل، سرعة الغالق. والايزو يعني حساسية الضوء، والاي في اللي هو الاكسبوجر، التعريض، اللي هو لما يكون صفر يبقى مظبوط، الاضاءة مظبوطة. لو الوقت الصورة فيها نغبشة كده مش باينة، ما انا لازم العب بقى، ما انا الوقت. والوايت بالانس اللي هو انت يا ترى هتصور تحت تنجستن ولا في ضوء النهار ولا فلورسنت معمول على الاوتو. هبدا العب بقى في الحاجات دي بقى عشان اطلع صوره روعه، عشان اطلع صوره روعه. طيب الوقت الصوره انا حاسس ان هي، انا دلوقتي عاوز اركز على العرايس اللي موجوده دي، فانا اول حاجه بفكر فيها على طول الاف، فتحه العدسه اهي، اضغط عليها بصبعي كده، بصبعي فتحه العدسه. يا ترى اجيبها كده، ها اجيبها كده، ها شوف المشهد بدا يتضح. بص بقى معايا، اتعلم بقى اهو كده، انا ولا انا الوقت حاليا، ولا اجيبها كده، انا عاوز كده. هنا بقى ببدا اتحكم في فتحه العدسه اهو، تمام. وهنا بقى خلي بالك الشاتر سبيد، الشاتر سبيد اللي هو سرعه الغالق، لما بضغط عليه ظهر فعلا يا دكتور سامي هنا. خلي بالك من حاجه مهمه جدا، الشاتر سبيد هنا حاليا لو انت بصيت كده برضو، لو انا قللت كده شاتر سبيد، شوف الاضاءه
واحد على 6 وهنا واحد على 80 هنا، يعني سرعه الغلق عاليه، فالاضاءه او الدنيا بتتظلم معاك اهي. لو انا زودت اضاءه ها شوف الدنيا بقت ضلمه ليه؟ سرعه الغالق بقت عاليه قوي، سرعه الغالق هنا بقت عاليه قوي. وانا برجع تاني كده سرعه الغالق ببطئها هنا علشان انور الصوره، بس الصوره نورت قوي، ببدا ارجع شويه كده، ارجع شويه كده، ارجع شويه كده. ها طيب الكلام ده كله مهم جدا. انا برضو ابص برضو على الاكسبوجر اهو، الاكسبوجر اللي هو هنا موجود صفر يبقى انا ماشي مظبوط، طالما هنا صفر يبقى انا كده ماشي مظبوط. اروح للوايت بالانس اتحكم فيه هنا اوتو، لو ضغطت على الوايت بالانس كده الاقي ايه اللي ظهر لي كده؟ ظهر لي المصابيح. يا ترى انا هصور تنجستن ولا انا الوقت الصوره ديت فلورسنت؟ تفرق؟ تفرق ان الوقت بعمله اوتو. لو انا قلت له انا الوقت حاليا تنجستن اهو، شوف الإضاءة بقت زرقاء كده، تحس إن المشهد فيه زرقان. لو عملت كده ها الإضاءة بقت فيها احمرار شوية كده، وضحت الفكرة؟ الإضاءة بقت فيها إيه؟ احمرار شوية كده. الكلام ده كله، طب توازن اللون ده، توازن اللون والكلام ده، في حاجة اسمها لينس وايد أهو، في هنا عندك هنا هتتقى. فاكرين لو أنت لينس وايد العدسه، لو انت بتصور مشهد عاوز تجيب مشهد وفي ناس كتير جدا، انت انا عاوز المفروض اعمل ايه؟ فوكس على مين؟ على العروسه اللي موجوده على الترابيزه دي. فانا بروح لحاجه اسمها ماكرو كده، بعمل زوم، زوم عليها شويه كده. لما انا عملت زوم عليها كده، عملت زوم عليها عشان اجيب العروسه بس، المفروض بقى اغير بقى في فتحه العدسه بقى اهو، فتحه العدسه كده، فتحه العدسه ارجع فتحة العدسة الثانية. طيب بس العملية فيها كده، اروح بقى للشاتر سبيد، شاتر سبيد الدنيا اتلمت في الايزو، حساسية الضوء، الضوء اكتر اهو. وهنا بقى انا بعلمك حاجة، ان انت لازم تعمل ايه؟ تعمل فوكس، تروح تقرب للمشهد عشان انت اخترت ايه؟ ان المشهد هو المفروض تقرب. انا ماسك مني قاعد على الترابيزة على المكتب مش عارف اتحرك، فانت المفروض قرب لانك عملت زوم اصلا، اخترت من هنا ايه؟ ان انت تختار زوم. اما لو انت اخترت الاختيار اللي في النص ده، يعني انا بجيب المشهد كله بجيبه باللي حواليه، شوف وسعت المشهد، وسعت المشهد هنا، شوف العمليه بالعكس، وسعت المشهد. او لو انت تصور مجموعه اشخاص كتيره بتختار الاختيار اللي في النص ده. طب واحد يقول لي يا دكتور سامي انا ما عنديش الكلام ده في الكاميرا بتاعتي، انا ما عنديش في الجهاز بتاعي، ما فيش الكاميرا اللي هي البروده او الاحترافيه دي، هل في طريقه ثانيه؟ ما فيش مشكله. انا بس الاول حاجه، واضح الكلام ده؟ واضح انا بتحكم ازاي؟ واضح انا بتحكم ازاي؟ واضح، اضغط واحد. ممتاز دكتوره بسريع، دكتوره رواق، دكتوره نجوى، ممتاز بارك الله، ممتاز ممتاز بارك الله فيكم. طيب انا بقى لو ما عنديش الكاميرا دي ما تقلقوش خالص، موضوع بسيط خالص. لو انا ما عنديش الكاميرا دي خالص، انا هقفل الكاميرا اهوت، هقفل الكاميرا واقول لكم نزلوا تطبيق اسمه مانوال كاميرا اهو، تطبيق روح للجوجل بلاي او روح للاب ستور عندك واكتب مانوال كاميرا، نفس الاسم في هنا، اكتب مانوال اهو بالانجليزي، مانوال مانوال كاميرا اللي هو تطبيقك اهو، التطبيق ده مانوال كاميرا. والتطبيق دي نوع، في نوع بفلوس وفي نوع مجانا، طبعا اللي بفلوس امكانياته اكتر، امكانياته اكتر. ده يغنيني عن كاميرا، يغنيني عن الكاميرا اللي هي بتاعت المحترفين. بجيب اهوت بفتحه، تعال نفتحه ونشتغل عليه شويه، تعال نفتحه. فتحت اهوت، الله الله، ده احنا هيبقى عندنا كاميرا، كاميرا محترفين. السماح، لازم تقول السماح اثناء استخدام التطبيق، سماح، حسنا، يلا حسنا، الله. خلي بالك ايه، خلي بالك بقى انت معاك ايه؟ معاك كاميرا ومعاك كاميرا محترفين. شوف بقى، شوف الشغل بقى العالي بقى اللي انت هنا بقى معاك كاميرا محترفين. طبعا انت لازم يكون بقى لو انت معاك بقى ترايبود كده ومثبت الكاميرا عشان ايدي بتتهز لان انا حاطط ايدي على المكتب. انا عاوز اعمل زوم على المشهد ده، قوم رايح فوق هنا هتلاقي حاجه خاصه بالزوم اهي، الزوم، قوم انت عامل كده
اللي ماشي بصبعك كده اهو اهو اهو. انا عاوز اجيب العروسه دي بس، اجيب العروسه دي بس اهو. الله، ايه الجمال ده يا اولاد، اهو بالراحه كده. طبعا يا جماعه انا احاول بس اثبت ايدي، المشكله ان ايدي بتتهز، انا احاول اثبت ايدي كده اهو كده تمام. شوف الله كده، ممكن تلقط اللقطه عادي بقى، ثبت ايدك لما تكون على الترايبود، ثبت ايدك الله، اللقطه اتلقطت اهي. اللقطه دي بقى عاوز تتفرج عليها، اتفرج عليها اهي في المعرض بقى، اتفرج عليها في المعرض، اللقطه اللي احنا لقطناها، ايه الروعه دي. بس اللقطه بقى طبعا احنا ما جبناهاش بشكل كامل، بس شوف اللقطه ووضوحها ونقاوتها، لانك دلوقتي بتصور بكاميرا ايه؟ بكاميرا محترفين تمام. طيب يبقى هنا عندك الزوم، زود كده سنه اهوت تمام. طيب هل بقى الحاجات اللي انت كنت بتشرحها لنا دي موجوده يا دكتور سامي؟ اه عندك بقى يا سيدي، ركز بقى معايا بقى، نبدا واحده واحده كده. شايفين الاي ديت؟ الاي ديت، تعالى كده اضغط على الاي دي. اه الله الله الله، قال لك لو انت عاوز تصور اوتو يعني ايه؟ يعني خلي الكاميرا هي اللي تتحكم، حاجه سريعه حاجه بطيئه. اما لو انت عندك مثلا قاعد في ملعب، وقاعد في حلقه سباق، او قاعد مثلا في سباق احصنه، وعاوز تصور حاجه بتجري، الحاجه اللي بتجري دي احنا اتفقنا ان الشاتر سبيد بتاعها يبقى عالي قوي. قال لك انا هعمل لك هنا في كاميرا المحترفين حاجه اسمها الاكشن، مكان الشاتر سبيد. ولو انت بتصور بورتريه، يعني عاوز تصور شخص، اختار بورتريه. لو انت بتصور مشهد كامل، بتختار حاجه اسمها لاند سكيب. هو عطيت لك صور كده بيوضح لك، فدي بيسهلها عليك شويه، ده بيسهلها عليك شويه. ده بالنسبه لايه يا جماعه؟ بالنسبه لجزئيه ال فهنا لو انت عاوز تصور حاجه سريعه، عاوز تعمل الكلام ده.